Hello, my dear students. This is Mr. Omar speaking, and this is going to be lesson 5, the operation on real numbers. ازيك يا اولاد؟ تعالوا كده نبتدي lesson بتاع الoperation on the real numbers. اللسون ده بسيط جدا، في بس شوية حاجات كده لازم نكون فاكرينها من قبل كده، انما كحاجة لا، يعني درس يعتبر سهل. طيب، the operation on real numbers. ايه اساسا معنى كلمة operations دي؟ حاجات أخدناها قبل كده كتير جدا. إحنا دلوقتي عارفين يعني إيه real numbers. قلنا real numbers is the set of numbers that contains rational and irrational numbers. فيها الأرقام اللي rational والirrational. طب إيه الoperations اللي على real number؟ الoperations كلمة operations يعني أربع حاجات: plus, minus, times, and divide. هما دول الأربع حاجات. أنا بقى عايز أعرف إزاي أعمل plus و minus و times و divide للreal number. طيب إزاي بنعمل حاجة زي دي؟ تعالى كده يا سيدي معايا. الموضوع بكل بساطة، أنا عارف، خلينا نمسك ال plus وال minus الأول. إحنا عارفين يا أولاد إن 2x plus 3x equal 5x، 2 apples plus 3 apples equal 5 apples. طيب بنفس الكونسبت ده، ما أنا أقدر أقول 2 root 3، 2 من root 3 plus 3 مثلا من root 3 برضو، يبقوا كام واحدة من root 3؟ 5 root 3. اوكي؟ طيب واحدة كمان، لو أنا مثلا جيت قلت 6 root 5، طالما نفس ليهم نفس root، minus 7 root 5. 6 minus 7 is equal negative 1، يبقى negative 1 root 5 اللي هي negative root 5. اوكي؟ طيب يا مستر افرض بقى لو أنا عندي 2 root 3 plus 4 root 5، دول ما لهمش علاقة ببعض، سيبها كده، ما ينفعش أعمل لهم plus. هو ده simply كده كل الموضوع. طيب يبقى بكل بساطة ده فكرة ال plus وال minus. ال times وال divide خليها دلوقتي، هنقول الفكرة دي. بس في ال plus وال minus عايزين نقول كده شوية properties. إيه بقى ال properties اللي عندنا دي اللي إحنا بناخدهم من أيام primary 5؟ أول property عندنا اللي هي اسمها ال closure property. الكلوجر بروبرتي. ايه الكلوجر بروبرتي دي؟ بكل بساطه بتقول ايه؟ لو انا عندي نمبر بي بيلونج للريل نمبرز اهو، وعندي رقم تاني اسمه بي بي بيلونج برضو للريل نمبر، قمت جاي اعمل لهم بلس اي بلس بي، طلع لي رقم وليكن اسمه سي. السي ده لازم هو كمان يبيلونج للريل نمبر. يعني ايه؟ يعني مثلا عملت 5، مش 5 ده في الريل نمبر؟ اه. عملته بلس رقم تاني اسمه 4، مش ال 4 ده في الريل نمبر؟ اه. اللي هيطلع لي هيطلع لي الانسر 9، ال 9 دي هي كمان لازم تبيلونج للايه؟ للريل نمبر. يبقى دي اول بروبرتي اللي اسمها الكلوجر بروبرتي. تاني بروبرتي عندنا اللي هي الايه؟ عندنا طبعا الكوميتيف بروبرتي والاسوشيتيف بروبرتي او الاسوشيتيف بروبرتي، وات ايفر يعني البرونونسيشن. يبقى الكوميتيف بروبرتي بروبرتي، اظن احنا عارفين البروبرتيز دي هي بناخدها من ايام برايمري 5، ومعاها على طول برضو يعني شبهها كده على طول الاسوشيتيف او الاسوشيتيف بروبرتي. تعالوا كده اما نشوف ايه الكلام ده. الكوميتيف بروبرتي بكل بساطه بتقول ايه؟ 2 بلس 3 هي 3 بلس 2، الاوردر ما بيفرقش. طب ايه الاسوشيتيف بروبرتي دي؟ لو انا عندي ثلاث حاجات بلس بعض، يعني 2 بلس 3 بلس 4، واحد يجي يحسبها يقول لي يا مستر الاول هحسب ال 2 بلس 3 الاول يطلع 5، وبعدين اعمله اللي يطلع لي اعمله بلس 4 تطلع الاجابه 9. واحد تاني يقول لي لا، لو انا عندي 2 بلس 3 بلس 4 انا الاول يا مستر هعمل ال 3 بلس 4 الاول ايكوال 7، وبعدين اعمل 7 بلس 2 تطلع الانسر برضو كام؟ 9. طب ما هي نفس الحاجه دي بكل بساطه الاسوشيتيف بروبرتي او الاسوشيتيف بروبرتي. نيجي بقى للبروبرتيز اللي بعدها. البروبرتي اللي بعدها عندنا حاجه اسمها الاديتيف neutral. الاداتيف نيوترال او الاداتيف ايدنتيتي. ايه هو الاداتيف ايدنتيتي اوف ذا ريل نمبر؟ واتس ذا نمبر ذات اف وي ادد تو اني نمبر ات داز نوت تشينج ذا ريزلت، ما بيغيرش الريزلت خالص، اللي هو الايه؟ الزيرو. الزيرو ده لو عملته زيرو بلس اني نمبر، النمبر ده هيفضل زي ما هو، زيرو بلس 5 يفضل 5، زيرو بلس 7 يفضل 7، زيرو بلس 9 يفضل 9. البروبرتي اللي بعدها حاجه اسمها الايه بقى؟ اسمها الاداتيف. الاداتيف ايه يا اولاد؟ انفرس. اداتيف انفرس. ايه الاداتيف انفرس؟ احنا كنا قلنا قبل كده ان انا لو عندي 5
تبقى نيجاتيف 5، لو عندي 4 تبقى نيجاتيف 4، لو 7 تبقى نيجاتيف 7. فتظن الكلام ده بسيط. طب ايه يا مستر بقى اللي اختلف عن ده في الريل نمبرز؟ ساعات يا اولاد يجي لي حاجه ريل نمبر عامل كده، حاجه مثلا 2 بلس روت 5، ينفع اعمل لهم، ينفع دول اعمل لهم بلس؟ لا، ده هنا ما فيش روت اصلا، خلاص هي دي السمبلست فورم 2 بلس روت 5. لو كانت دي مثلا 2 2 روت 5 بلس 1 روت 5 يبقوا 3 روت 5. انما هنا 2 بلس روت 5 حاجتين ما لهمش علاقه ببعض، كاني بعمل اكس بلس واي، تفضل اكس بلس واي، بعمل برتقانتين بلس موزه، خلاص برتقانتين وموزه، يعني ده السمبلست فورم. طب انا عايز اعرف الاديتيف انفرس بتاع ده. مش احنا قلنا الاديتيف انفرس بتاع حاجه هي بحط نفس الحاجه بس بحط جنبها نيجاتيف؟ طب ما تيجي بقى نعمل كده. بص، هكتب نفس الحاجه الاديتيف انفرس بتاع ده، هكتب نفس البراكت اللي هو 2 بلس روت 5، بس خلي بالك بقى حط نيجاتيف بره البراكت. النيجاتيف دي هتغير الاثنين، يبقى الاديتيف انفرس بتاع ده بغير الاثنين، بغير تبقى نيجاتيف 2 بدل ما هي بلس روت 5 ماينس روت 5. يبقى في الاديتيف انفرس لو هم حاجتين زي ده كده بغير الاثنين. طب عايز كده حد شاطر مثلا يقول لي لو انا عندي حاجه زي كده 2 ماينس روت 6 ايه الاديتيف انفرس بتاعها؟ حاول كده تبوز الفيديو وتقول لي. لو حد منكم ام قايل نيجاتيف 2 بعدين بدل ماينس روت 6 ام قايل بلس روت 6، يبقى برافو عليك، يبقى دي فعلا الانسر اللي صح. طيب تعالوا كده نفتح البوكلت بتاعنا ونبتدي نحل على الكلام ده. انا اخترت كويستشن 1، قالوا كده اما نشوف هنعمل فيه ايه. ان فايند ذا ريزلت ان ايتش اوف ذا فولوينج ان ذا سمبلست فورم 1 روت 3 بلس 2 روت 3 ايكوال 3 روت 3. واحدة من root 3 plus 2 من root 3 equal 3 root 3. Okay. 3 root 2 minus 5 root 2. 3 minus 5. 3 من root 2 minus 5 root 2 equal negative 2 root 2. Okay. طيب. 2 root 5 minus 3 2 من root 5 minus 3 root 5 plus 1 root 5. كلهم فيهم root 5 فقدر أعمل plus عادي. 2 root 5 minus 3 root 5 يبقى negative 1 root 5. نيجاتيف 1 روت 5 بلس 1 روت 5 يبقى 0. طبعا عايز تتاكد ممكن الكالكوليتر معاك وتشتغل، بس يعني دي حاجات بسيطه قوي. طيب 5 روت 7 ماينس 8 روت 7 از ايكوال نيجاتيف 3 روت 7. نيجاتيف 3 روت 7 بلس 2 روت 7 از ايكوال ايه يا اولاد؟ از ايكوال نيجاتيف 1 كيوب روت 7. سوري، دي كيوب روت مش روت عاديه. طيب نفس الكلام هنا، 4 روت 5 ماينس 2 روت 5 از ايكوال 2 root 5 plus 5 equals 7, 7 minus 1, 6 root 5. يعني دي شوية حاجات كده بس تقعد تتسلى فيها كده، أظن بسيطة قوي يعني. طب نيجي بقى للحاجات المهمة، يعني number 6 دي حاول كده تبوز الفيديو وتحلها بكل بساطة. 5 ممكن أعمل على فكرة اللي بالبوزيتيف الأول مع بعض، يعني أسهل لك أعمل حاجات البوزيتيف مع بعض. يعني 5 plus 3 equal كام؟ 8 صح؟ بعدين أعمل 8 minus 7 تبقى 1. 1 minus 1 يعني 1 من روت 3 ماينس 1 من روت 3 يبقى 0 على طول. طب نيجي هنا بقى، هنا يا مستر في روت 5 وفي روت 3، نعمل ايه؟ لا، احسب الروت 5 لوحده والحاجات اللي فيها روت 3 لوحدها. مبدئيا 1 روت 5 بلس 2 روت 5 يبقوا 3 من الروت 5. طب نيجي هنا بوزيتيف روت 3 ونيجاتيف روت 3، باي باي ما فيش روت 3 خالص، يبقى الانسر 3 روت 5. نيجي هنا الحاجات اللي فيها روت 3 مع بعض والحاجات اللي ما فيهاش روت خالص مع بعض، 2 روت 3 بلس 1 روت 3 يبقوا 3 روت 3. طب نيجي هنا 5 ماينس 6 ايكوال نيجاتيف 1، اسيبها كده؟ اسيبها كده خلاص. طيب اللي بعده نفس الكلام، الحاجات اللي فيها روت 7 مع بعض والحاجات اللي فيها روت 2 مع بعض، 2 روت 7 بلس 1 روت 7 ايكوال 3 روت 7 بلس 5 روت 7 ايكوال 8 روت 7. طب بالنسبه للي لوحدها اللي هي نيجاتيف 3 روت 2، خلاص نيجاتيف 3 روت 2 وسيبها كده. هنا بقى كلهم يلخبطك، كلهم فيهم 2، لا خلي بالك في سكوير روت وفي كيوب روت، السكوير روت لوحده والكيوب روت لوحده ما ينفعش اعملهم بلس بعض. 2 روت 2 بلس 5 روت 2، هاخد الحاجات اللي فيها روت عادي مع بعض سكوير روت، 2 روت 2 بلس 5 روت 2 ايكوال 7 روت 2. طب نيجي الحاجات اللي فيها كيوب روت، نيجاتيف 3 خلي بالك دي نيجاتيف 3 روت 2 بلس 1 روت 2 ايكوال نيجاتيف 2 كيوب روت اوف 2. طب نيجي لاخر حاجه خالص، اخر حاجه بتقول ايه؟ ممكن ابسطها على فكره، يعني بص نمبر 11 دي انا هكتبها هنا كده. ايه راي حضرتك بدل 8 اند روت 1 اوفر 4 دي ما انا اقدر احسب روت ال 1 اوفر 4؟
مش روت ال 1 اوفر 4، روت ال 1 ب 1 وروت ال 4 ب 2، يعني دي كانها 8 صح وهاف، بس لا مش 8 اند هاف، 8 تايمز هاف. وخلي بالك 8 ديفايد 2 ب 4، يعني فالبتاعه دي كده اقدر اشيلها المنيله دي كده وايه ونحط مكانها 4. طيب تعالى كده اما نشوف اللي بعدها. اللي بعدها بقى 2 كيوب روت 3، اهي ماليش دعوه بيها، بلس 2 كيوب روت 3 سوري 2 كيوب روت 3 كتبتها صح، ماينس كيوب روت اوف 64 اللي هو بكام يا اولاد؟ اللي هو 4. نيجي هنا، طب 5 كيوب روت 3 دي ماليش دعوه بيها، ماينس 5 كيوب روت 3، بس كده شكلها الطف بكتير. ال 4 وال 4 باي باي، بوزيتيف 4 ونيجاتيف 4. طب 2 من الكيوب روت 3 ماينس 5 من الكيوب روت 3 يبقى نيجاتيف 3 من الكيوب روت اوف 3. وخلاص على كده ده الانسر بتاع اخر واحده، نيجاتيف 3 كيوب روت من 3. نيجي بقى، احنا كل ده كنا بنتكلم على البلس والماينس، تعالى بقى نيجي للتايمز والديفايد. الموضوع هنا بيختلف شويه. احنا قلنا في البلس لو انا عندي 2 بلس روت 3 ما اقدرش اجي جنبها، بسيبها 2 بلس روت 3 زي بالظبط لما كان عندك اكس عايز احط عليها واي، اكس بلس واي في سمبلس فورم، لا ايكوال اكس بلس واي. هاويفر بقى في التايمز لو انا عندي مثلا 2 تايمز روت 3 تبقى 2 روت 3. ماشي يا اولاد؟ طب نفس الكلام على فكره، لان انا لما كنت بعمل اكس تايمز واي، سوري اكس تايمز واي كانت بتبقى اكس واي لو انت فاكر، مش اكس تايمز واي ايكوال اكس واي، واكس تايمز اكس اكس بار 2، كنا دايما بنعمل الكلام ده. طب افرض بقى ان انا مثلا جيت قلت لحضرتك 5 روت 3 تايمز 2 مثلا روت 5، بنعمل ايه؟ يا سيدي اعمل الرقم تايمز الرقم والروت تايمز الروت، 5 تايمز 2 ايكوال 10، وروت 3 تايمز روت 5 تبقى روت، افتح روت كده، و3 تايمز 5 ايكوال كام؟ مش 15 تبقى 10 روت 15. خلصت. طب في ريمارك صغيره كده لازم حضرتك تبقى عارفها، خلي بالك روت 2 تايمز روت 2 روت 2 تايمز روت 2 يبقى 2 بس من غير الروت. روت 3 كنا قلناها قبل كده دي، تايمز روت 3 ايكوال 3 بس. روت 7 تايمز روت 7 ايكوال 7 بس. طب بالنسبه للكيوب روت، بص بقى كيوب روت اوف 3 تايمز كيوب روت اوف 3، مش هما كيوب روت ثلاث مرات بقى، تايمز كيوب روت اوف 3 از ايكوال كام يا اولاد؟ از ايكوال 3. طب ليه يا مستر الكلام ده بيحصل؟ بص كده اقول لك يا سيدي، مش انا بعمل المفروض الكلام ده، سيبك من الانسر اعملها بالازرق اهي، لو انا عايز اعملها بستبس، مش روت 2 تايمز روت 2 اقدر اعملها روت 2 بس 2 تايمز 2 اللي هي 2 بار 2، الباور 2 والروت بيشيلوا بعض يبقى لي 2. نفس الكلام هنا، ادي الروت اهي 3 تايمز 3 مش 3 بار 2، الباور 2 والروت بيشيلوا بعض يتبقى لي 3. نفس الكلام هنا، ادي الروت 7 باور 2، الباور 2 والروت بيشيلوا بعض يتبقى لي 7. طب هنا بقى كيوب روت و3 تايمز 3 تايمز 3 تبقى 3 باور 3، فعشان كده الباور 3 والكيوب روت بيشيلوا بعض يتبقى لي 3. ده بس كان الفكره، انك عشان كده كيوب روت بنعملها تايمز بعض ثلاث مرات. ماشي يا اولاد؟ الفكره دي مهمه جدا انك تبقى عارف ان روت 2 تايمز روت 2 ايكوال 2 بس. طب تعالى كده وحضرتك فاهم الكلام ده، تعالى كده نشوف كام اكزامبل على الكلام ده. لو انا مثلا جيت قلت لحضرتك 6 روت 2 تايمز 3 روت 2، تعالى كده نحسبها مع بعض، تقول لي يا مستر 6 تايمز 3 18 تايمز، وروت 2 تايمز روت 2 ب 2 بس، ايه ده 18 تايمز 2؟ طب ما ده رقم، ده انا اقدر احسبه، اللي هو كام يا مستر؟ اللي هو اظن 36، مش 36 او 36 اظن صح. ماشي يا اولاد؟ طب واحده كمان، لو انا مثلا جيت قلت 5 روت 2 تايمز نيجاتيف 3 روت 2، تقول لي يا مستر عادي 5 تايمز نيجاتيف 3 نيجاتيف 15، وروت 2 تايمز روت 2 اللي هي ب 2 بس، نيجاتيف 15 تايمز 2 تبقى نيجاتيف 30. واحد يقول لي يا مستر ليه كل الكلام ده ما اعمله بالكالكوليتر؟ ماشي يا سيدي حقك، بس يعني ده اللي بعد الشر بعد الشر بعد الشر كده، يعني يا ربنا يحفظكم كده، عايز يشتغل بدماغه. طيب نيجي يا اولاد كده للديفايد، كل ده كان في المالتيبليكيشن، تعالوا بقى اما نشوف الديفايد سريعا كده. الديفايد بيختلف شويه. لو انا عندي، الناس اتفقت على حاجه، لو انا عندي كده 2 اوفر روت 2 دي مش السمبلس فور، طب عشان اخلص من الروت اللي تحت ده بعمل ايه؟ بعمل تايمز روت 2 فوق وتحت، يعني باجي هنا كده اقوم عامل تايمز روت 2 اوفر روت 2، انا كده عملت حاجه؟ ما عملتش حاجه، لان روت 2 اوفر روت 2 ب 1، كاني عملت تايمز 1، انا لسه ما عملتش حاجه. طب ايه لازمه دي يا مستر؟
ايه لازمه اللي انت بتزوده ده؟ اقول لك ليه يا سيدي. مش انا بعمل اللي فوق تايمز اللي فوق واللي تحت تايمز اللي تحت، روت 2 تايمز روت 2 احنا لسه قايلينها بكام؟ ب2، و2 تايمز روت 2 تبقى 2 روت 2. ايه ده، 2 وال2 يتشالوا مع بعض يبقى دي كانها بروت 2 بس. شفت عملت سمبليفاي ازاي؟ بدل ما هي كانت 2 اوفر روت 2 طلعت الاجابه نفسها بروت 2. وعلى فكره الكالكوليتور بتطلعها لك في السمبلست فورم، يعني لو انت كتبت 2 ديفايد روت 2 دوست ايكوال هيكتب لك روت 2. طب واحده كمان، لو انا مثلا قلت 5 اوفر روت 3، حد كده يقول لي اخلص منها ازاي دي يا مستر؟ اخلص من روت 3 ازاي؟ هعمل تايمز فوق وتحت روت 3، روت 3 اند روت 3. نمسك تحت الاول، روت 3 تايمز روت 3 ب 3، و5 تايمز روت 3 ايكوال 5 روت 3. خلاص دي كده السمبلست فورم، 5 روت 3 اوفر 3، ولو كتبت على الكالكوليتر هيطلعها لك كده، دي سمبلست فورم. طب واحده كمان، لو انا جيت قلت 7 روت 6 اوفر روت 2 نخلص منها ازاي؟ تقول لي يا مستر هعمل اب اند داون باي روت 2. روت 2 تايمز روت 2 في الدينومينيتور از ايكوال 2، بعد كده 7 وافتح روت 6 تايمز 2 12. ليها طبعا سمبليفاي تاني بس احنا لسه ما اخدناهوش، هنقول بقى سمبليفاي اعمل ايه في الروت 12 ده، بس ده في ليسون تاني ان شاء الله. لحد دلوقتي تقدر تسيبها كده. طيب ده كده كان سريعا ازاي بعمل مالتيبلاينج وديفايد. طب يا مستر في بروبرتيز؟ اه في بروبرتيز يا سيدي، نفس البروبرتيز اللي احنا كنا برضو بنقولها. ايه البروبرتيز دي؟ البروبرتيز دي اول حاجه طبعا الكلوجر، الكلوجر بروبرتي، ان انا لو عندي نمبر وليكن ليتس سي نمبر اسمه ايه، بي بيلونج للريل نمبر، عايز اعمله تايمز نمبر تاني اسمه بي برضو بي بيلونج للريل نمبر، قمت عامل ايه تايمز بي طلع لي مثلا حاجه اسمها سي. السي ده هو كمان لازم يبيلونج للريل نمبر، لازم. دي اول بروبرتي. نيجي لتاني بروبرتي، احنا قلنا اللي هي الكوميوتيف بروبرتي او الكوميوتيف بروبرتي، دي عباره عن ايه؟ ما بيفرقش الاوردر، 2 تايمز 3 هي هي، 3 تايمز 2 هي هي. نيجي للي بعده، البروبرتي اللي بعدها اللي هي الاسوشيتيف او الاسوشيتيف بروبرتي، ماشي يا اولاد؟ اللي هي بتقول ايه؟ بتقول ان لو انا عندي ثلاث حاجات تايمز بعض 2 تايمز 3 تايمز 4 وهنا 2 تايمز 3 تايمز 4، ما يفرقش اعمل انهي 2 تايمز بعض، ممكن تعمل دول الاول تايمز بعض وبعدين تايمز 2، او تعمل دول تايمز بعض وبعدين ده تايمز ده، الاوردر ما بيفرقش. اللي بعده طبعا عندنا حاجه اسمها، بعد الكلام ده عندنا حاجه اسمها المالتيبليكيتيف ايدنتيتي او النيوترال، المالتيبليكيتيف نيوترال. طبعا انا بعتذر لكم لو الخط منايل شويه بس عشان انا ايه لسه مش واخد شويه على التابلت يعني. المالتيبليكيتيف نيوترال، ايه المالتيبليكيتيف نيوترال؟ واتس ذا نمبر ذات اف وي مالتيبلايد باي اني نمبر داز نوت تشينج ذا ريزلت، الريزلت بتفضل زي ما هي ال1. لو عملت 1 تايمز 5 تفضل 5، 1 تايمز 3 تفضل 3، 1 تايمز 7 تفضل 7، اند سو اون. نيجي اللي بعده، اللي بعده على طول اللي هي المالتيبليكيتيف inverse. لو انا مثلا عندي 2 الاوبوزيت الانفرس اللي هو بشقلبها، يعني بدل ما هي 2 اوفر 1 تبقى 1 اوفر 2، بدل مثلا لو عندي روت 2 بدل ما هي كده تبقى 1 اوفر روت 2. بس خلي بالك ما تسيبهاليش كده، يعني لما تقول لي 1 اوفر روت 2 ما تسيبهاش كده، تعمل تايمز اب اند داون باي روت 2 باي روت 2، يعني دي ما تسيبهاش كده. لو قال لك واتس ذا مالتيبليكيتيف انفرس اوف روت 2، واحد يقول لي 1 اوفر روت 2 ويسيبها كده، لا لازم تعمل تايمز اب اند داون باي روت 2. احنا اتفقنا ما ينفعش في الدينومينيتور يبقى فيه روت 2. بعد كده روت 2 تايمز روت 2 ايكوال 2، 1 تايمز روت 2 ايكوال 2، يعني الانسر طلعت روت 2 اوفر 2. شوف المالتيبليكيتيف انفرس بتاع الروت 2 طلع روت 2 اوفر 2 لو شالتها، سبحان الله. ماشي يا اولاد، ده كده كان سريعا فكره البروبرتيز بتاعه المالتيبليكيشن. في واحده ثانيه اللي هي طبعا الديستريبيوشن بروبرتي، بس دي قصه لوحدها هاجي لها دلوقتي. اللي هي الديستريبيوشن بروبرتي دي لي عليها اسئله لوحدها وهنقولها دلوقتي بالتفصيل. تعالوا بقى نحل شويه مسائل كده قبل ما نخش على الديستريبيوشن. لسه قايلين اهو روت 3 تايمز روت 3 قلنا بكام؟ ب 3 على طول ورايح دماغي. بنعمل ايه هنا يا ولاد؟ قلنا بنعمل الارقام الاول تايمز بعض، نيجاتيف 2 تايمز 3 ايكوال نيجاتيف 6، وروت 5 تايمز روت 5 ايكوال 5 عاديه من غير روت، ونيجاتيف 6 تايمز 5 ايكوال نيجاتيف 30. طب نيجي هنا 2 تايمز 3 6 والروت 2 تنزل 6 روت 2. طب نيجي هنا ادي ال 1 اوفر 3 تايمز 1 ب 1 اوفر 3، وروت 3 تايمز روت 3 ب 3، 1 اوفر 3 تايمز 3 ب 1. نيجي هنا مش احنا قلنا الكيوب روت والباور 3 عكس بعض يعني بيشيلوا بعض،
يتبقى لي هنا أول واحدة دي 5 times 3 root 3. 5 times 3 مش 15، تبقى 15 root 3. نيجي هنا يا أولاد، بصوا بقى، احنا انا هكتبها دلوقتي كده بطريقه، هكتب ال 2 root 3 اهي times، وهسيب دي 2 root 7 over 7. مش احنا اخدنا قبل كده بدل الديفايد دي اقدر اعملها times واجيب الريسيبروكال بتاعها اشقلبها، يعني اخليها هنا 5 root 7 واعمل هنا 20 root 3. طب ايه لازمه الكلام ده؟ ده كده اسهل لك بكتير. بص كده يا سيدي، الحاجات اللي هتطير مع بعض مبدئيا root 3 وroot 3 باي باي. طب هنا divide 5 divide 5 divide 5 equal 1 divide 5 equal 4. طيب divide 2 equal 2 divide 2 equal 1 divide 2 equal 1 divide 2 equal 1. اتبقى لي ايه في المساله كلها؟ اتبقى لي root 7 وroot 7 over 7، يعني المساله كلها كل اللي اتبقى لي root 7 times root 7 over 7. root 7 times root 7 is 7 and 7 over 7 equal 1. ماشي يا ولاد، طبعا تبان لخبطه شويه، تاني كده هقولها، حاول ترجع الفيديو او انا ممكن اعيدها لك تاني اهو، عشان بس هي مش مكتوبه بطريقه مش منظمه. تاني اهو نمسحها ونكتبها تاني. ازاي تاني يا ولاد عملناها؟ احنا قلنا انا كتبت اول حاجه 2 root 3 زي ما هي times 2 root 7 over 7 times، وهنا جبت الريسيبروكال بتاع ده 5 root 7 over 20 root 3. ليه عكستها؟ عشان انا غيرت الديفايد لتايمز. تعالوا بقى نشيل الحاجات مع بعض، اشيلها لك بلون تاني اهو، اقدر اشيل الروت 3 دي مع الروت 3 دي، صح؟ طب يا اولاد بالنسبه لل 20 بص كده، ديفايد 5 5 ديفايد 5 ايكوال 1، خلاص شلت ال 5، اوفر 5 ايكوال 4. في هنا 2 و2 مش 2 تايمز 2 4، يتشالوا مع ال 4 اللي تحت اهو. طب اتبقى لي ايه في المساله؟ اتبقى لي روت 7 تايمز روت 7 over 7. root 7 times root 7 اللي هي 7 و 7 over 7 equal 1. وخلاص على كده، ده كان الكويستشن ده. نيجي لكويستشن 3. قلنا يا ولاد بيقول لي simplify، ما تخلي، يعني بيقول لي make the denominator in each of the following an integer، ما تخليليش فيه في الدينومينيتور root. احنا اتفقنا على ده، تعالوا كده قلنا بنعمل ايه؟ بنعمل up and down by root 3 and root 3. عايز اخلص من root 3، خلاص هعمل هنا times root 3 واعمل هنا times root 3. تعال نحسب. root 3 times root 3 تحت equal 3، وهنا 3 root 3. ايه ده، مش هقدر اشيل ال 3 مع ال 3، يتبقى لي الانسر root 3. خلاص شلت دول مع بعض، يتبقى لي root 3. طب نيجي هنا نعمل ايه؟ up and down by root 5. ادي root 5 وادي root 5. نمسك الدينومينيت، root 5 times root 5 ب 5، واللي فوق تايمز اللي فوق 10 تايمز روت 5 ايكوال 10 روت 5. 10 ديفايد 5 مش ايكوال 2، تبقى 2 روت 5. خلصت. نيجي هنا هعمل اب اند داون باي روت 3 اند روت 3. حاول دايما تبوز الفيديو وتشوف هتعرف تشتغل ولا لا. روت 3 باي روت 3 ايكوال 3، وهنا نيجاتيف 6 روت 3. طيب نيجاتيف 6 ديفايد 3 مش ايكوال نيجاتيف 2، وادي روت 3. طب نيجي هنا قلنا يا مستر هنا نعمل ايه؟ بص يا سيدي، نعمل تايمز اب اند داون روت 3 وادي روت 3 اهو، عشان اخلص من روت 3. 2 روت 3 تايمز روت 3، ال 2 كده كده تنزل، وروت 3 تايمز روت 3 مش ب 3، يعني كانها 2 تايمز 3، ده اللي اتبقى لي تحت. معايا كده يا ولاد؟ وهنا اهو 6 روت 3. 2 تايمز 3 مش 6، وهنا 6 روت 3، شيل ال 6 مع ال 6 يتبقى لي روت 3. نيجي اللي بعده، اللي بعده هنا هنعمل ايه؟ تايمز اب اند داون باي روت 2. وفي حته هنا بس احنا لسه ما قلناهاش، بس انت يعني هفكرك بيها دلوقتي بالمره، احنا لسه هنقولها حالا بالتفصيل. روت 2 تايمز روت 2 مش ب 2. طيب نعمل دول تايمز بعض ازاي بقى؟ بص انا اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي روت 2 معموله تايمز البراكت ده كله، اتبقى لي الروت 2 دي معموله تايمز براكت اسمه روت 2 بلس 3. بص بقى حضرتك، ده اللي احنا كنا لسه هنقوله، اللي هي الديستريبيوشن بروبرتي اللي انا قلت لك عليها. لازم اعمل ده مره ده تايمز ده ومره ده تايمز ده، لانه حاجه تايمز براكت كامل. روت 2 تايمز روت 2 مش ايكوال 2 بلس روت 2 تايمز 3 مش ايكوال 3 روت 2، كل ده اوفر 2، وسيبها لي كده خلاص. حد يقول لي ال 2 تتشال مع ال 2؟ لا، ده في بلس، ما اقدرش اعمل كده، تسيبها كده على طول. طيب تعال بقى نشوف موضوع الديستريبيوشن ده، حتى لو انت مش فاهم اخر اكزامبل ده انا هشرحه دلوقتي بالتفصيل. ايه يا اولاد فكره الديستريبيوشن ده سريعا كده؟ احنا اخذنا زمان
من زمان قوي يعني، ده من ايام كده اولى اعدادي الترم الاول يعني. يعني ايه طبعا، يعني انا متاكد انك طبعا ناسي الكلام ده، ان احنا لو عندنا حاجه زي كده اكس multiplied by، ولا خليها numbers احسن، بلاش اكس واي، خلينا مثلا نقول 4 multiplied by هنا 3 plus 6. قلنا يا اولاد ان انا اقدر اعمل مره ال 4 تايمز ده ومره ال 4 تايمز ده، هيطلع لي نفس الاجابه. يعني بعمل مره 4 تايم 3 تبقى 12 بلس 4 تايم 6 تبقى ايكوال كام؟ 24، واعملهم بلس عادي جدا يطلع 36. او كان حد يقول لي يا مستر لا انا هعمل 3 بلس الكلام ده طبعا، وبعدين بلس نمبر. دي كانت اسمها الديستريبيوشن بروبرتي، ودي لازم استخدمها طالما في بلس وبراكتس. طب دي يا مستر ايه لازمتها في الروتس؟ لو انا مثلا يا سيدي جيت قلت لحضرتك روت 2 تايمز براكت اسمه روت 2 بلس 3، ده انا ما اقدرش ابسطها، لازم اعمل ايه؟ الحل الوحيد بالنسبه لي هو الديستريبيوشن، اعمل مره الروت 2 تايمز ده ومره الروت 2 تايمز ده. روت 2 تايمز روت 2 ايكوال 2 بلس روت 2 تايمز 3 تبقى 3 روت 2، وسيبها على كده، دي الفاينل انسر. دي كانت الديستريبيوشن بروبرتي. ولو تلاحظ في الاكزامبل الاخير ده اللي احنا لسه عاملينه، لسه حالين زيها بالظبط، ده الستبس اللي احنا عملناها. طيب تعالى كده اما نشوف حاجه كمان، افكر بقى حضرتك كده بحاجه. لو احنا كان عندنا حاجه زي كده a plus b multiplied by a plus c، فاكر كنا بنعمل ايه؟ يا مستر ده من زمن، ده انا كنت يا سيدي بص بعمل ايه، بعمل مره ده تايمز ده وده تايمز ده وبعدين ده تايمز ده وبعدين ده تايمز ده. تعالى بقى اما نشوف الكلام ده كده، انا همسح دول كده ونعملها واحده واحده. a times a a power 2 plus a times c تبقى a c plus. خلصنا خلاص من ده بلون تاني اهو، واعمل ده مره ال b times ال a ومره ال b times c. b times a تبقى b a plus b times c تبقى b c. طب ايه لازمه ده يا مستر؟ يا سيدي لازمه ده ما انا هستخدمه مع الروتس. بص كده لو جالك اكزامبل كده، لو جه لحضرتك مثلا اكزامبل بيقول لك كده root 2 plus 3 times root 2 sorry times root 2 مثلا plus 5، هتتصرف ازاي؟ غصب عنك لازم تعمل الطريقه اللي انا بقول لك عليها دي، تقوم عامل مره root 2 times ده ومره root 2 times ده. root 2 times root 2 equal كام يا اولاد؟ equal 2 plus root 2 times 5 يبقى 5 root 2. خلصنا كده من الجزء ده. طب تعالى كده اما نعمل الجزء الثاني، مره 3 times root 2 مره 3 times 5. 3 times root 2 تبقى 3 root 2 plus 3 times 5 15. تعال بقى نجمع اللايك تيرمز، فين اللايك تيرمز؟ الحاجات اللي شبه بعض، 3 من الروت 2 and 5 روت 2 يبقوا 8 من الروت 2. طب البلس 15 بلس 15 و2 15 و2 يبقوا 17، يبقى دي السمبلست فورم 8 روت 2 بلس 17. فده يا اولاد دي كانت طبعا الديستريبيوشن بروبرتي، ودي لازم حضرتك تكون عارفها. طيب يا مستر هل ده النوع الوحيد اللي عندنا؟ لا، كان في نوعين كمان. كان في نوع اسمه الديفرنس بتوين تو سكويرز، اللي هو عامل ازاي؟ اللي هو لو انا مثلا عندي حاجه زي كده a ماينس b، وده كان على فكره النوع السهل، فاكرين كنا بنقول السبيشال كيس دي سهله خالص، و a بلس b، بتلاقي حاجتين زي بعض بالظبط بس واحده بلس واحده ماينس، كنا بنريح دماغنا ونقول ايه الاولاني تايمز الاولاني والتاني تايمز التاني وما بينهم ماينس، a تايمز a a باور 2 b تايمز b b باور 2 ما بينهم ماينس، خلصت. طب يا مستر لو انا عندي حاجه زي كده روت 2 ماينس 3 وروت 2 بلس 3، نفس القصه الاولاني تايمز الاولاني روت 2 تايمز روت 2 ب 2، 3 تايمز 3 ب 9 وما بينهم ايه؟ ماينس 2 ماينس 9 بكام يا اولاد؟ نيجاتيف 7. خلصت كده الانسر. واحده كمان لو انا كده حاول تبوز الفيديو كده وتشوف هتعرف تحل دي ولا لا، روت 3 بلس 5 روت 3 ماينس 5. في حد عملها؟ طيب انا باسيوم كده ان حضراتكم حلتوه، هعمل الاولاني تايمز الاولاني روت 3 تايمز روت 3 ب 9 و5 تايمز 5 ب 25 وما بينهم ماينس، تطلع الانسر بنيجاتيف 16. ماشي يا اولاد، ده كده كان التاني كيس اللي هي الديفرنس بتوين تو سكوير. طب نيجي لاخر كيس عندنا اللي هي لو عندي حاجه باور 2، لو عندي مثلا a بلس b اول باور 2، كنا بنحلها ازاي؟ قلنا كنا دايما بنقول في طريقتين. اول طريقه انك تعتبرها ما هي حاجه باور 2 يعني حاجه تايمز نفسها، تعتبرها اتنين براكت، واحد اسمه a بلس b واحد تاني اسمه a بلس b، وتعملها بطريقه الديستريبيوشن بتاعتنا اللي هي مره ده تايمز ده ومره ده تايمز ده ومره ده تايمز ده ومره ده تايمز ده، ده حل.
وفي كان في حل تاني اللي هو فيرست سكويرد سكند سكويرد فيرست تايم سكند تايمز 2، ده برضه صح ايا كانت الطريقه اللي انت عايز تشتغل بيها. فتعالى كده ندي اكزامبل عليه. لو جالي مثلا 2 بلس روت 5 هول باور 2 نعملها ازاي؟ كل اللي احنا كنا بنقوله كنا بنعمل ايه؟ تعالى نعملها 2 براكت اهو 2 بلس روت 5 تايمز 2 بلس روت 5 ونعمل كده مره ده تايمز ده ومره ده تايمز ده 2 تايمز 2 ايكوال 4 بلس 2 تايمز روت 5 ايكوال 2 روت 5 بلس. خلصنا خلاص من الاثنين دول، مره روت 5 تايمز 2 مره روت 5 تايمز روت 5، روت 5 تايمز 2 برضو 2 روت 5، روت 5 تايمز روت 5 ب 5، 2 من روت 5 و2 من روت 5 يبقوا 4 من الروت 5، ويا مستر 4 بلس 5 ايكوال كام؟ 9. يبقى الانسر 4 روت 5 بلس 9 او 9 بلس 4 روت 5، ما تفرقش في الترتيب. دول كده يا ولاد كانوا السبيشال كيسز الثلاثه بتوع الديستريبيوشن. طيب تعالى كده ندي شويه اكزامبل عليه. انا عارف ان الحته دي معلش رخمه بس صدقوني بالحل كتير ان شاء الله هتلاقي الموضوع بسيط قوي. تعالوا كده اما نشوف هنعمل ايه هنا. find the result of each of the following in the simplest form، وجايب لي 2 كده معمولها على الكلام ده. مش انا المفروض اعمل ال2 مره تايمز ده ومره تايمز ده؟ 2 تايمز روت 2 مش تبقى 2 روت 2 بلس 2 تايمز روت 5 تبقى 2 روت 5؟ ينفع اعمل دول بلس؟ لا، لان الروتس مختلفه. طب نيجي هنا بس كده خلاص. اه يا مستر خلاص كده. طب هنا هعمل مره روت 2 تايمز ده ومره روت 2 تايمز ده، روت 2 تايمز 5 تبقى 5 روت 2 بلس روت 2 تايمز روت 2 ب 2. خلاص سيبها كده خلصت. مره هعمل الروت 7 تايمز ده ومره روت 7 تايمز ده، روت 7 تايمز روت 7 ب 7، روت 7 تايمز 2 تبقى 2 روت 7. شكرا يا اولاد وخلاص كده. واحده كمان، نيجاتيف روت 3 تايمز نيجاتيف 5 تبقى، خلي بالك نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف، فدي بوزيتيف. مش لازم طبعا اكتب البوزيتيف بس انا قلت يعني عشان تاخد بالك، نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف، روت 3 تايمز 5 تبقى 5 روت 3. نفس الكلام نيجاتيف 3 تايمز النيجاتيف سوري نيجاتيف روت 3 تايمز النيجاتيف روت 3 تبقى بوزيتيف، وروت 3 تايمز روت 3 ب 3. طبعا كل الحاجات دي تقدر تتشيك بالكالكوليتور يعني، ده طبعا. نيجي هنا 2 روت 5 نيجاتيف 2 روت 5 تايمز 3 تبقى نيجاتيف 6 روت 5، ونيجاتيف 2 روت 5 تايمز نيجاتيف روت 5 ايكوال كام يا ولاد؟ نيجاتيف تايمز نيجاتيف طبعا بوزيتيف، و2 روت 5 تايمز 2 روت 5 ال2 هتنزل، وروت 5 تايمز روت 5 مش ب 5، واقدر ابسط الاثنين دول. ما انا عارف ان 2 تايمز 5 يا مستر ب 10، فخلاص كنت اكتب 10 واخلص. طب نيجي هنا يا ولاد، مره هعمل الروت 7 تايمز ده، بس دول ثلاثه انت واخد بالك، دول ثلاثه مره تايمز ده خلاص ومره تايمز ده، يعني هي فرقت في حاجه. روت 7 تايمز 2 اوفر روت 7، روت 7 وروت 7 هيتشالوا مع بعض يتبقى لي 2 ماينس روت 7 تايمز روت 7 مش ايكوال 7، وروت 7 تايمز 3 ايكوال 3 روت 7. خلي بالك اقدر ابسط 2 ماينس 7 دي نيجاتيف 5 بلس 3 روت 7. وده كده كان فكره الديستريبيوشن. تعالوا كده نشوف لو في اسئله على الجزء بقى اللي هو الثلاثه كيسز اللي احنا قلنا عليه. اول حاجه خد بالك منها، شوف اذا كان الموضوع ده الطريقه السهله ولا لا. انا واضح هنا ان ده اللي سهل. ليه سهل يا مستر؟ دول اتنين براكتس زي بعض، واحد بلس واحد ماينس، خلاص بعمل الاولاني تايمز الاولاني والتاني تايمز تاني وما بينهم ماينس. روت 2 تايمز روت 2 ايكوال 2، 1 تايمز 1 ايكوال 1 وما بينهم ماينس، 2 ماينس 1 ايكوال كام؟ 1. خلصت. ايه ده بس كده؟ اه بس كده. بص كده هنعمل تاني الاول، دول زي بعض بالظبط، واحد بلس واحد ماينس. نعمل 4 تايمز 4 16، 3 روت 2 تايمز 3 روت 2 اعملها كده على جنب، 3 روت 2 تايمز 3 روت 2 عشان ما تلخبطش، 3 تايمز 3 9، وروت 2 تايمز روت 2 ب 2، 9 تايمز 2 اللي هي كام؟ 18. يبقى انا خلاص الاولاني تايمز الاولاني ب 16، الثاني تايمز ثاني ب 18 وما بينهم ماينس، تطلع الانسر بنيجاتيف 2. طب ده يا مستر كنا بنعمله ازاي؟ نحل كده نمبر 3 هنا اهي، قلنا بنفتح اثنين براكتس، روت 5 ماينس 1 تايمز روت 5 ماينس 1. ونعمل كده الايه الديستريبيوشن بتاعنا، مره روت 5 تايمز ده ومره روت 5 تايمز ده، روت 5 تايمز روت 5 ب 5، روت 5 تايمز نيجاتيف 1 ايكوال نيجاتيف روت 5، بعدين نيجاتيف 1 تايمز روت 5 نيجاتيف 1 روت 5، نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 بوزيتيف 1. طب نيجاتيف 1 روت 5 ونيجاتيف 1 روت 5 يبقوا نيجاتيف 2 روت 5، و5 بلس 1 طبعا ايكوال كام؟ ايكوال 6. يبقى الانسر بتاعتي طلعت نيجاتيف 2 روت 5 بلس 6. ماشي يا سيدي، اللي عايز على فكره يكتبها 6 بس نيجاتيف 2 روت 5، يعني تكتب ال 6 الاول
فتبقى 6 ماينس 2 روت 5 برضه صح، يعني شكلها كده اشيك اظن. اللي بعدها نفس القصه، حاول تبوز كده الفيديو وتشوف هتحلها ازاي. اللي بعدها بتقول ايه؟ ان انا هفكها برضو حاجتين، 2 روت 3 بلس 4، وادي يا سيدي 2 روت 3 بلس 4. وبعدين نقوم عاملين ايه يا اولاد؟ نقوم عاملين مره ده تايمز ده ومره ده تايمز ده، 2 روت 3 تايمز 2 روت 3، 2 تايمز 2 ب 4. وخلي بالك روت 3 تايمز روت 3 ب 3، 4 تايمز 3 ب 12. 2 روت 3 تايمز 4 تبقى 8 روت 3 بلس 8 روت 3. بعدين 4 تايمز 2 روت 3 تبقى 8 روت 3. وهنا يا اولاد كنا بنعمل 4 تايمز 4 ب 16. 8 روت 3 و 8 روت 3 يعني 16 روت 3 بلس، و 12 بلس ال 16 طبعا ايكوال كام؟ ايكوال 28. وخلاص على كده دي الانسر. كان في طريقه ثانيه اللي هي فيرست سكويرد الاولاني سكويرد سكند سكويرد فيرست تايم سكند تايمز 2، هيطلع لك نفس الانسر وتجمعهم طبعا مع بعض. وده كده اظن. اشوف كده هل في حاجه ثاني بعد الكلام ده؟ اه في شويه اسئله بقى اللي هي الكومبليت واللي تشوز كده الحاجات الخفيفه دي، تعالوا كده نبص عليها. ده مالتيبليكيتيف نيوترال، قلنا ايه المالتيبليكيتيف نيوترال؟ ال1. وايه الاديتيف نيوترال؟ الزيرو. ايه الاديتيف انفرس بتاع ده؟ قلنا في الاديتيف انفرس بغير الاثنين، يبقى قلنا ايه؟ بغير الاثنين، غير كده الاثنين في دول، يبقى بدل ما ال1 دي بوزيتيف نخليها نيجاتيف، وبدل ما الروت 2 نيجاتيف نخليها ايه؟ بوزيتيف. طب نيجي هنا، ذا مالتيبليكيتيف انفرس بتاع النمبر ده اللي اسمه 2 روت 3 اوفر 5، عايز يعرف المالتيبليكيتيف انفرس بتاعه ايكوال كام اوفر 6؟ ايه ده، ايه اللي جاب ال 6؟ هقول لك يا سيدي ايه اللي جاب ال 6. هات كده المالتيبليكيتيف انفرس بتاع ده، مش المفروض 5 اوفر 2 روت 3؟ واحنا اتفقنا ان ما ينفعش يبقى فيه روت تحت، اعمل كده تايمز روت 3 اب اند داون عشان اخلص من روت 3. روت 3 تايمز روت 3 ب 3 تايمز و 2 تنزل، و 5 تايمز هنا كان تحت دي كام؟ عشان انا مش عارف اقضي 3، انا مش عارف اقرا خطي، ايه الجمال ده؟ 5 تايمز روت 3 هنا 5 روت 3. طيب 2 تايمز 3 مش 6، يبقى الانسر 5 روت 3 اوفر 6، يبقى المفروض اكتب ايه؟ 5 روت 3 اوفر 6. عرفنا كده يا اولاد؟ اظن بسيطه قوي، انا بس كل اللي عملته عملت اب اند داون باي ايه؟ باي روت 3، مش اكتر من كده يعني. شقلبها بس، او حتى تكتبها زي ما هي كده على الكالكوليتور، تكتب 5 اوفر 2 روت 3 وتدوس ايكوال، هتلاقي طلعت لك الانسر 5 روت 3 اوفر 6. بيقول لي هنا المالتيبليكيتيف انفرس اوف ذا نمبر 3 اوفر روت 3، ايه السؤال العبيط ده؟ از كام اوفر روت 3 برضه؟ طب اه بص بقى يا سيدي، هو ايه المالتيبليكيتيف انفرس اصلا بتاع روت 3 بتاع 3 اوفر روت 3؟ المالتيبليكيتيف انفرس يعني بشقلبه تبقى روت 3 اوفر 3. لا بس هو بقى مش عايز ده، ده عايز يبقى تحت فيه روت 3، يعني بص عايز يحط تحت كده روت 3، تحاول كده تخلي اللي تحت فيه روت 3، اعمل تايمز اب اند داون باي روت 3. طب ليه يا مستر عملت كده؟ اقول لك يا سيدي، بص كده فوق كده، بص هيطلع ايه؟ روت 3 تايمز روت 3 بكام؟ ب 3، وتحت فيه 3 روت 3، شيل ال 3 مع ال 3 اتبقى لي 1 اوفر روت 3، دي هي دي اللي هي 3 اوفر روت 3، دول واحد، الاثنين دول زي بعض، فعشان كده طبعا هنحط هنا ايه؟ هنحط هنا 1، ده المالتيبليكيتيف انفرس بتاعه. نيجي هنا بص بيقول لي ايه يا اولاد؟ لو ال a بروت 5 وال b ب 2 روت 5، عايز a b، يعني a تايمز b، عايز يعمل روت 5 تايمز 2 روت 5. قلنا روت 5 تايمز روت 5 ب 5 عاديه من غير روت، 5 تايمز 2 ب 10. هنا مديني الاكس ومديني الواي، عايز يعرف اكس بلس واي والباور 2. دي بقى محتاجه شغل شويه، دي بقى المسائل اللي هي ممكن تيجي لحضرتك في امتحانات، ده اذا كان طبعا في امتحانات. بص كده يا سيدي، قايل لي ان الاكس عباره عن روت 5 بلس 2، دي الاكس عايز يعملها بلس الواي، يعني بلس الواي بقى اللي هي اسمها ايه؟ روت 5 ماينس 2، كل ده اعمله لي باور 2. هو قال لي عايز اكس بلس واي اول باور 2. طب بص كده بلس 2 ماينس 2 ما يتشالوا مع بعض، 1 روت 5 بلس 1 روت 5 برتقانه بلس برتقانه يبقوا 2 من الروت 5، كل ده بقى هو عايزه باور 2. طب يا مستر اعملها ازاي دي؟ يا سيدي ما هو الباور 2 ده يعني كانها حاجه تايمز نفسها، كانها 2 روت 5 تايمز 2 برضه روت 5، 2 تايمز 2 مش ب 4 وروت 5 تايمز روت 5 مش ب 5، تطلع الانسر ب 20. نيجي اللي بعده يا اولاد، هنا بيقول لي عايز يعمل الكلام ده باور 3، الاكس اهي عايز يعملها باور 3، يعني عايز يعمل 2 كيوب روت 5
عايز يعمل التوم كيوب روت الفايف اول باور 3. ممكن الباور 3 بتيجي على الاثنين، يعني بعمل التو باور 3 تبقى 8، والكلام ده باور 3، الباور 3 بيشيل الكيوب روت، يبقى يعني هشيل الكيوب روت خلاص، يبقى لي ال5. 8 تايمز 5 اللي هي كام؟ اللي هي 40. بيقول لي هنا السوليوشن سيت بتاع الكلام ده، ده سؤال طبعا من الليسون اللي فات احنا كنا خلاص عارفينه. بودي 25 هناك، يعني اكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 25. قلنا ينفع اعمل، المفروض بقى عشان الاكس بعمل بوزيتيف اور نيجاتيف روت الكلام ده، ينفع اعمل روت للنيجاتيف 25؟ لا طبعا، يبقى السوليوشن سيت فاي. نيجي هنا بيقول لي الار بوزيتيف، انا معايا الارقام البوزيتيف كلها، يونيون زود لي عليها الكلام ده، مش الارقام البوزيتيف من الزيرو للانفينيتي، قلنا في اليونيون بحط من اصغر رقم لاكبر رقم. فين اصغر رقم في الارقام؟ النيجاتيف 3 لحد الانفينيتي، كل الارقام دي. ماشي كده يا اولاد، ده كده كان سؤال الكومبليت. تعالوا كده اما نبص سريعا على اللي تشوز. اللي تشوز هنا بيقول لي ايه؟ سؤال سهل جدا، بيقول لي 2 من الروت 5 بلس 3 روت 5 يبقوا كام واحده من الروت 5؟ 5 روت 5. المالتيبليكيتيف انفرس بتاع الكلام ده، جرب كده شقلبه، يبقى 6 اوفر روت 3. بس بص، هتبص في الاختيارات مش هتلاقي فين ال 6 اوفر روت 3، مش موجوده. لا، ما انا هعمل تايمز اب اند داون باي روت 3، وهنا باي روت 3، روت 3 وروت 3، يبقى 3 وهنا 6 روت 3. 6 ديفايد 3 مش ايكوال 2، يبقى الانسر طلعت لي 2 روت 3. فين بقى 2 روت 3؟ اهي. روت 3 بلس نيجاتيف روت 3، اي حاجه بلس الاديتيف انفرس بتاعها بزيرو طبعا. 2 روت 3 تايمز روت 3، النيجاتيف 2 تنزل، وروت 3 تايمز روت 3 اللي هي ب 3، 2 تايمز 3 اللي هي 6، وفي نيجاتيف، يبقى الانسر نيجاتيف 6. هنا هنعمل ايه؟ بس بص بيقول لي هنا ايه ده؟ ده بيقول لي عايز الاديتيف انفرس بتاع الكلام ده. شوف بقى يعني ايه مش مالتيبليكيتيف. طب ما هو الاديتيف احط له نيجاتيف بس، يبقى هو كده. طب بس فين ده مش موجود في الاختيارات؟ لا، ما هو لازم يعمل سمبليفيكيشن للي تحت ده، يعني 6 اوفر روت 2 دي سيبك من نيجاتيف، عايز يخلي الروت 2 اللي تحت ده مش موجود. هعمل تايمز اب اند داون روت 2 روت 2 روت 2 تايمز روت 2 ب 2، وادي 6 روت 2 طبعا في نيجاتيف، 6 ديفايد 2 ب 3، يبقى الانسر نيجاتيف 3 روت 2. ادي النيجاتيف 3 روت 2، ده كده الاديتيف انفرس. نيجي للي بعده، اظن ده اخر حاجه خالص. بيقول لي ايه هنا بقى؟ ثواني كده معلش يا اولاد. بيقول لي الاديتيف انفرس، الاديتيف انفرس بتاع الكلام ده، احنا قلنا في الاديتيف انفرس بغير الاثنين، يعني بدل ما الروت 2 جنبها بوزيتيف تبقى هي اللي جنبها نيجاتيف، وبدل ما الروت 5 جنبها نيجاتيف تبقى هي اللي جنبها بوزيتيف. فين بقى اللي الروت 5 بالبوزيتيف والروت 2 للنيجاتيف؟ انا شايف دي اهي، بص الروت 5 بالبوزيتيف والروت 2 بالنيجاتيف، هي بس متشقلبه اهي، الروت 5 جنبها بوزيتيف والروت 2 هي اللي بقت نيجاتيف. ده كده اسمه الايه؟ ده كده اسمه الاديتيف انفرس. المالتيبليكيتيف انفرس بتاع الكلام ده المفروض 1 اوفر روت 5، بس ما ينفعش اسيبها كده. قلنا خلاص هعمل تايمز اب اند داون روت 5 وروت 5، روت 5 تايمز روت 5 ب 5، وال 1 تايمز روت 5 يبقى روت 5، يبقى الانسر روت 5 اوفر 5 اللي هي فين؟ اللي هي دي. نيجي اللي بعده، بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي روت 5 بلس 3 روت 5 دي بلس ولا ديفايد؟ اظن يا اولاد اظن دي بلس، دي هيبان لا دي اظن ديفايد. روت 5 بلس 3 روت 5 ديفايد، هي ديفايد روت 5. بص بقى، واحده من الروت 5 بلس 3 من الروت 5 مش يبقوا 4 من الروت 5؟ عايز يعملها ديفايد روت 5، خلاص شيل روت 5 مع روت 5، يتبقى لي ايه في الاخر؟ 4 بس كده. فدي ديفايد يعني اظن، دي ديفايد. نيجي هنا اللي بعده سريعا كده، بيقول لي ايه؟ انا همسح بس كده هنا. ماشي، تعالوا كده اما نشوف هنا، مديني الاكس ومديني الواي، وعايز يعمل اكس بلس واي اول باور 2. قلنا الاكس اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي روت 2 بلس 10، دي الاكس اهو عملتها لك بالاحمر. الواي روت 2 ماينس 10 اهو، يبقى عايز اعملها اكس بلس الواي اللي هي روت 2 ماينس 10، مش دي كده اكس بلس واي، وعايز كل ده باور 2. طب ما تبص كده 10 ونيجاتيف 10 باي باي، واحده من الروت 2 واحده من الروت 2، 2 روت 2 اول باور 2، مره 2 باور 2 مره ده باور 2، او تعملها حاجه تايمز نفسها 2 باور 2 ب 4، وروت 2 باور 2 قلنا الباور 2 بيشيل الروت، يبقى لي 2 عاديه، 4 تايمز 2 اللي هي 8 طبعا.
نيجي هنا بقى، السؤال ده مهم جدا وبيجي في كل امتحانات. لو انا عندي يا اولاد انترفل اسمه من 2 ل 5 والاثنين كلوزد، يعني 2 هنا معايا وال5 هنا معايا، قمت قايل لحضرتك شيل منهم element اسمه 2 وشيل منهم element اسمه ال5، يعملهم لي ايه؟ open. يبقى 2 وال5 open بقوا مش معايا. ماشي يا اولاد؟ يبقى هو اللي choice number b. نيجي اللي بعده، هنا بيقول لي ايه؟ x power 3 plus 9 equal 1. اودي ال9 هناك، يعني x power 3 equal 1 minus 9 which is negative 8، يعني x equal cube root negative 8 اللي هو negative 2. فين بقى negative 2 في الانسرز؟ ادي negative 2 اهي. نيجي اللي بعده بيقول لي انا عايزك تعمل لي النمبر ده باور 2. طبعا دي مساله فيها شويه شغل كده، اني احتاج اعمل الرقم ده باور 2. ايه الرقم ده؟ بيقول لي الاكس، الاكس اللي هو جواه ايه؟ روت 3 بلس 2 اول باور 2. بيقول لي اعمله، اعمل لي الكلام ده في السمبلس فورم. مش احنا قلنا يا اولاد ان انا لازم حاجه باور 2، يعني اعمله حاجه تايمز نفسها. يبقى روت 3 بلس 2 تايمز روت 3 بلس 2. تعالى بقى نعمل الديستريبيوشن الجميل بتاعنا، مره ده تايمز ده ومره ده تايمز ده. روت 3 تايمز روت 3 ب 3 وروت 3 تايمز 2 تبقى 2 روت 3. خلصت كده من اول واحده. تعالى نعمل تاني واحده، 2 تايمز روت 3 برضو 2 روت 3، و2 تايمز 2 ب 4. تعالى بقى نجمع كده. بص كده يا سيدي، 2 من روت 3 و2 من روت 3 يبقى 4 من روت 3، و4 بلس 3 ايكوال كام؟ 7. يبقى الانسر 7 بلس 4 روت 3. فين 7 بلس 4 روت 3؟ اخر واحده خالص اهي. نيجي لاخر سؤال خالص، اخر سؤال خالص ده بقى بيقول لي ايه؟ انا همسح كده كل حاجه هنا كده اسهل لي، وبعدين نبتدي نحل اخر سؤال. بيقول لي لو الاكس باور 2 ماينس واي باور 2 ايكوال 60، وقايل لي ان اكس بلس واي ايكوال 5 روت 6، ذن عايز يعرف اكس ماينس واي بكام؟ اظن ده اللي هو عايز يعرفه. عايز يعرف x minus y. بص يا ولاد، لو انا قلت لحضرتك x minus y times x plus y، كنا بنفكها ازاي دي؟ مش احنا كنا بنعمل الاولاني times الاولاني ب x power 2 والتاني times تاني يعني y power 2 ما بينهم minus؟ الاتنين دول عملتهم times بعض يديني ده. انت متخيل؟ تاني يعني لو انا عندي يا ولاد، لو انا عندي، اعملها لك كمان بلون اوضح كده، لو انا عندي x minus y وهنا x plus y، الكلام ده هيطلع x power 2 minus y power 2، دول واحد. طيب هو قايل لي ان ال x power 2 minus y power 2 ده ب 60، مديهاني ب 60، ومديني ان ال x plus y دي ب 5 root 6. عايز يعرف ال x minus y بكام؟ تخيل كده اعمل ايه؟ ده تايمز كام؟ ده كده تايمز كام يديني 60؟ اعملهم ديفايد، اعمل 60 اوفر 5 روت 6. بس ده اللي انا هعمله عشان اعرف الاكس ماينس واي، مش اكتر من كده. طب تعالى كده نعملهم ديفايد. بص كده يا سيدي، اعمل تايمز اب اند داون الاول روت 6 وروت 6، ادي روت 6 وادي روت 6. طيب نعمل كده روت 6 تايمز روت 6 ب 6 عاديه وال5 تنزل. 5 تايمز 6 مش بكام؟ مش ب 30. طب ما تيجي نكتب على طول 30 تحت هنا، وهنا يا اولاد ال 60 روت 6، شيل ال 30 وال 60 مع بعض، 60 اوفر 30 ايكوال 2، يبقى الانسر 2 روت 6، ودي الانسر الاخيره خالص. اظن كده بكده يا اولاد ده تقريبا كده كان كل حاجه. يا رب تكونوا كده يعني فهمتوا حاجه من الكلام ده، ويا ريت نتدرب عليه كتير، ويا ريت نحاول على قد ما نقدر ما نستخدمش الكالكوليتر، نحاول نشتغل بدماغنا. ولو حاجة يعني معصلجة معاك خالص ممكن تستخدم كالكوليتر عادي، بس يعني يستحسن انك طبعا تشتغل بدماغك، يعني ده طبعا ايه حاجة تكون كويسة جدا. لو عندكم اي اسئلة او اي حاجة ياريت تبقوا تبعتولي، ومرسي واشوفكم يا ولاد في فيديو تاني. شكرا لحضراتكم.